أكد ناطق رسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف لقمان تحكم الجيش واللجان الشعبية في مسرح العمليات العسكرية الدائرة في جبهتي حرض الطوال وميدي. وأوضح لقمان أن محاولات الزحف المتواصلة لقوى العدوان ومرتزقته باتجاه حرض الطوال وميدي والمدعومة بغطاء جوي كبير يتم التصدي لها ببسالة نادرة وبتكتيك عسكري محكم من قبل الجيش واللجان الشعبية المرابطة في المنطقة. وأشار إلى أن قوى الغزو والمرتزقة تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة جراء تلك المحاولات اليائسة، ولم ينالوا من زحوفاتهم تلك سوى ذل الهزيمة. في الجبهة الحدودية يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية قصف عدد من المواقع